بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي للإبكار للإخوان السودانيين. ننطلق مع البداية، نندفع مع المركز الأول ونتابع البداية والقيادة مع المركز الأول. اليرموك أبو بكر الصديق يقدم لنا اليرموك في البداية. انتقل مع المركز الثاني القادمة الشاهنية، عوض خالد السوداني قادم في ثاني المراكز، ناصية ناصية قادمة في ثالث الأسماء، خالد أحمد عمر السوداني ورابع الأسماء أيضا الشاهنية، طلحة حمزة السوداني. نداءنا الأول للأربع الشعارات المتقدمة، ثم نرجع ارجع الى البداية، التقط الاسماء يا مصورنا، ثم ارجع مع البداية الشاهنية. عوض خالد السوداني يقدم لنا الشاهنية في البداية الاولى في المقدمة. الله الله يا هذه النوعية، يأتينا بهذه النوعية الجميلة. عوض خالد السوداني من يتصدر هذه الاسماء هذه الشعارات. الله الله ركز ركز، ما باقي الا الغلول. الله الله ركز مصورنا في ذوي الاسماء، اليرموك ابو بكر صديق السوداني، وايضا القادمه الاتحاديه سعيد علي السوداني. ولكن ولكن خلاص الشاهنيه الشاهنيه، عوض خالد السوداني يا حسير يا هو تحدي في البدايه في القياده. اول الاشواط اول التحديات للاخوان السودانيين يذهب الى عوض خالد السوداني ثانينا، والناموس المركز الثاني اليرموك ابو بكر الصديق السوداني، والمركز الثالث الاتحاديه سعيد علي السوداني، ورابع الاسماء رهف خالد احمد عمر السوداني. تهانينا والناموس. التوقيت الزمن دقيقتين و13 ثانية. تهانينا والناموس.